في ليلة تكريم عميد عائلات حجازي الحج البربري حجازي، جئنا مشاركين الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، جئنا مشاركين الأستاذ محمد البربري حجازي، الأستاذ مصطفى البربري حجازي، الشيخ علي البربري حجازي، عائلات حجازي وابو العمايم والغزالي بطنبول الكبرى يتقدمون أيضا بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم وشاركهم في هذه العزاء من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ومشايخ وعمد القرى المجاورة بمركز ومدينة السنبلاوية. وقد استضفنا معكم في هذه الليلة قطبين وعلمين من اعلام التلاوة، استضفنا معكم قطب سعدت به الاذاعة المصرية كقارئ وعالم، والقارئ الذي دائما يمتعنا في صلاة الفجر والامسيات الدينية وقرآن الجمعة، وان شاء الله تبارك وتعالى سيقرأ فجر هذه الليلة عبر موجات اذاعة جمهورية مصر العربية، المحكم الدولي والقارئ اكثر شعبية حول العالم الاسلامي، والقارئ الذي شرف مصر في المحافل الدولية والاسلامية، محرك القلوب وملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، سائلين المولى عز وجل له بالقبول والتوفيق فليتفضل للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين
فلا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن الحرام إن شاء الله آمنين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Yeah.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله.
رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حاضر ماشي
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا ترون
ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم قلوبكم واعلموا أن في رسول الله وعلموا
واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم زينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم والله عليم حكيم. فأصلحوا بينهما بينهما إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى Thank you.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم نحن على ذلك من الشهيدين. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام من اواخر سورة الفتح واوائل سورة الحجرات تلاها علينا قطب وعلم من اعلام التلاوة في مصر والعالم الاسلامي والقارئ الذي تستمعون اليه في قرآن الفجر في هذه الليلة المحكم الدولي وملك المقامات ومحرك القلوب فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق. وكانت هذه التلاوة تكريما للأب الراحل والمرب الفاضل الحج البربري الحجازي. جئنا مشاركين الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، جئنا مشاركين الأستاذ محمد البربري حجازي والأستاذ مصطفى البربري حجازي.